عاجل، الرئيس السيسي يتحدث عن الحرب بسبب سد النهضة ويوجه رسالة لإثيوبيا. وعاجل، مصدر في السودان ينشر مفاجأة عن استعداد إثيوبيا للملء الثالث لسد النهضة، ننشر التفاصيل. وعاجل، الرئيس السيسي يتحدث عن معاناة مصر بسبب المياه. وعاجل، أزهري بيحسم الجدل حول التبرع بالأعضاء بعد الوفاة ويضع شرطا. ومجلة أمريكية تتحدث عن قناة السويس لأول مرة، ننشر التفاصيل. وللأسف تفاصيل حريق ضخم في مصنع للمنتجات البلاستيكية في مصر. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان إن شاء الله تجيلك أهم الأخبار. واضغط على زرار اللايك أو أعجبني عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل ليه 1000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل والخبر معانا. وعاجل، مصدر في السودان ينشر مفاجأة عن استعداد إثيوبيا للملء الثالث لسد النهضة. قال مصدر في وزارة الخارجية السودانية لقناة الشرق السعودية إن إثيوبيا بدأت تعلية الممر الأوسط لسد النهضة ووضع جدران خرسانية استعدادا للملء الثالث للسد. وأكد المصدر انتظار بلاده دعوة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيديكي الذي يترأس الاتحاد الإفريقي لاستئناف التفاوض. وأضاف أن السودان سلم وزير خارجية الكونغو ملاحظاته بشأن منهجية التفاوض في أزمة سد النهضة. ويجرى ملء خزان السد خلال موسم الأمطار الذي يستمر من يونيو حتى سبتمبر كل عام، ويرتبط مستوى التخزين السنوي بارتفاع الممر الأوسط للسد، زي ما بعض من حضراتكم أكيد عارف هذه المعلومة. في شهر يوليو الماضي إثيوبيا أعلنت خلاص أنه تم اكتمال المرحلة الثانية من ملء السد بنجاح، رغم حظ دولتي المصب مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل هذه الخطوة حتى التوصل لاتفاق شامل. لم تعلن إثيوبيا على وجه التحديد حجم المياه المخزنة خلف السد، إلا أن المرحلة الثانية كانت تتطلب الاحتفاظ ب 13.5 مليار متر مكعب من المياه، إضافة ل 4.9 مليار متر مكعب سبق تخزينها في الملء الأول، ليصل إجمالي المستهدف ل 18.4 مليار متر مكعب. ولكن خبراء المياه قالوا إن إثيوبيا لم تنجح في الوصول لهدفها أثناء الملء الثاني، إذ تم تخزين 9.6 مليار متر مكعب فقط من المياه، وهو ما يقل عن المطلوب بنحو 4 مليار متر مكعب. المصدر معانا كان من صحيفة الشرق السعودية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وعاجل، الرئيس السيسي يتحدث عن الحرب بسبب سد النهضة ويوجه رسالة قوية لإثيوبيا. قال رئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر تقدر كل التصريحات التي تطلقها إثيوبيا بأنهم لن يؤثروا على وصول المياه إلى مصر. أضاف الرئيس السيسي في كلمة بالمؤتمر الصحفي مع نظيره المجري يانوش أدير أن الرئيس المجري ذكر أن كمية الماء المناسبة يجب أن تتناسب مع التنمية وعدد السكان في مصر. الرئيس السيسي أوضح أن ما يقال في إثيوبيا كلام رائع، ولكن من المهم أن يتحول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد. وقال أن مصر لا ترغب في أن تصبح مشكلة المياه سببا في الصراع أو للمشكلات أو الصدام. عاوزين المياه تستخدم للتنمية والتعاون فيما بيننا. مصدر معنا كان من الوطن. هذا يعني صبر الرئيس السيسي على يعني إثيوبيا والشعب الإثيوبي والحكومة الإثيوبية. هذا هو صبر مصر وصبر الرئيس السيسي على هذا الأمر، وهي بالمناسبة أهم قضية في الوقت الحالي، ولكن للصبر حدود زي ما بيقولوا. وهيكون في وقت معين لازم كلنا نتحرك فيه، وده هيكون بسبب عدم اتفاق قانوني ملزم بين الأطراف الثلاثة، مصر والسودان وإثيوبيا. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وعاجل، الرئيس السيسي يتحدث عن معاناة مصر بسبب المياه. قال رئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر تقوم بإنشاء محطات لمعالجة وتحلية مياه البحر
لأنها تعاني من أزمة مياه. والرئيس السيسي أضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المجري: إحنا نعتبر من الدول التي لديها ندرة شديدة في المياه. حضارة مصر على مدى عشرات السنين لم تقم إلا على نهر النيل، و95% من الأراضي المصرية أراضي صحراوية جافة. نحن بالفعل داخلين في مرحلة خط الفقر المائي، يعني أقل من 500 متر مكعب للفرد في السنة. الرئيس أضاف إن مصر تقوم ببرنامج ضخم جدا قد تصل التكلفة لما يقرب من 80 مليار دولار بإنشاء محطات لمعالجة وتحلية مياه البحر. وضح أننا في مصر ليس لدينا مصدر مياه إلا من النيل فقط، مصدر معانا كان من الوطن. يعني الرئيس السيسي يوضح أن مصر لن تتنازل عن حقوقها في قضية المياه، وهذا الأمر يعني واضح وصريح وما ينفعش يبقى فيه جدال، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الأمر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل أزهري بيحسم الجدل حول التبرع بالأعضاء بعد الوفاة ويضع شرطا. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان في يعني بعض من الممثلين او الممثلات، على يعني يكون التعبير واضح، طلعوا وقالوا انهم بعد الوفاة هيتبرعوا بالأعضاء للناس المحتاجة. في أزهري طلع ورد على الكلام ده، تعالوا نعرف مع بعض التفاصيل. قال أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى الرئيسية بالأزهر الشريف عطية لاشين: إنه يجوز للشخص التبرع بالأعضاء بعد الموت ولا شيء في ذلك، لأنه يعد منفعة للغير. وأشار لاشين إلى أن الشخص يمكنه أن يتبرع بجزء من أعضائه، ولكن لا يجوز التبرع بكامل أعضائه، كما أنه يجوز للشخص أن يوصي أهله بالتبرع بجزء من أعضائه بعد الموت، ويجب أن يكون هناك شرط بأن يتم التبرع بالأعضاء وليس بيعها. وكانت دار الإفتاء المصرية قد أكدت في فتوى رسمية عبر موقعها الرسمي أن من وسائل المحافظة على النفس والذات نقل وزرع بعض الأعضاء البشرية من الإنسان للإنسان، سواء من الحي للحي أو من الميت الذي تحقق موته إلى الحي. يعني إيه تحقق موته؟ يعني تأكدوا أن هذا الشخص توفى، وتأكدوا بنسبة 100% أن الشخص توفى. وهذا جائز شرعا إذ توافرت فيه شروط معينة، وإذا لم توجد وسيلة أخرى للعلاج تمنع هلاك الإنسان، وقرر أهل الخبرة من الأطباء العدول أن هذه الوسيلة تحقق النفع المؤكد للأخذ، ولا تؤدي إلى ضرر بالمأخوذ منه، ولا تؤثر على صحته وحياته وعمله في الحال أو المال. وسبب تصريحات بعض الفنانين والممثلات في مصر حول التبرع بالأعضاء بعد الوفاة حالة كبيرة من الجدل، بعدما أكد العديد منهم أنهم على استعداد للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة. مصدر معانا كان من الوطن، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وقولوا لنا في التعليقات تحت يعني حضرتك مع هذه الفكرة أم لا. طبعا أترك ليكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، ومجلة أمريكية تتحدث عن قناة السويس لأول مرة وننشر التفاصيل. صنفت مجلة فوربس أمريكية قناة السويس المصرية ضمن قائمة أكبر 10 مؤسسات لوجستية في الشرق الأوسط لعام 2021. جاءت الهيئة في المركز الثاني للتصنيف، حيث اعتمدت منهجية اختيار المؤسسات والشركات المختارة ضمن قائمة على عدة أسس، أهمها تقييم حجم الشركة من حيث الأصول والإيرادات والقيمة السوقية، بالإضافة إلى تحديد نسبة حركة التجارة التي مكنتها الشركة وأهميتها الاقتصادية، فضلا عن حساب كمية البضائع المنقولة أو المخزنة. وعلق رئيس مجلس إدارة القناة الفريق أسامة ربيع على التصنيف في بيان له قائلا: إن اختيار هيئة قناة السويس يعد تتويجا لجهود الهيئة ونجاحها في تخطي العديد من التحديات والأزمات التي واجهتها على مدار العام، وأبرزها الوباء وأزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية إيفر جيفن العملاقة. وشدد على أن ما شهدته قناة السويس ومشروعاتها من طفرة خلال السنوات القليلة الماضية لم يكن ليتحقق لولا الدعم الدائم من الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه على متابعة المستجدات الخاصة بمشروعات تطوير المجرى الملاحي والمشروعات التنموية والخدمية المختلفة التي تتبناها الهيئة.
ووجه التحية للعاملين بالهيئة في كافة مواقع العمل ممن كانوا على قدر المسؤولية وقدموا نموذجا فريدا في العمل الوطني المخلص في مختلف الظروف لتظل راية القناة عالية خفاقة. يذكر أن القائمة تضم مجموعة من أهم المؤسسات العالمية في مجال النقل واللوجستيات في الشرق الأوسط، منها موانئ دبي العالمية والهيئة العامة للموانئ ومجموعة أسياد وغيرها. مصدر معنا كان من فوربس والمصري اليوم. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وللأسف تفاصيل حريق ضخم في مصنع للمنتجات البلاستيكية في مصر. اندلع حريق ضخم داخل مصنع الهلال والنجمة الذهبية للمنتجات البلاستيكية بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان المصرية، ودفع قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية بعشر سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده، فيما يجرى إرسال سيارات إطفاء دعم من المناطق القريبة. هذا ولم يتسبب الحريق عن وقوع أي وفيات، فيما تم تسجيل حالة إصابة واحدة باختناق وتم التعامل معها بموقع الحادث وتماسلت للشفاء. وكانت مديرية الصحة بالشرقية قد دفع بست سيارات إسعاف لمكان حريق مصنع الهلال والنجمة تحسبا لوجود إصابات في صفوف قوات الحماية المدنية أو العمال. مصدر معنا كان من الشروق والوطن. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وربنا إن شاء الله يعوض صاحب مصانع الهلال والنجمة، وإن شاء الله ربنا يعوضه، لأن هذه الشركة يعني قدمت العديد من المنتجات البلاستيكية المهمة، منها الكراسي والترابيزات وبعض الأدوات المنزلية المهمة البلاستيكية. أترك لحضراتكم التعليق، وربنا إن شاء الله يعوض صاحب هذا المصنع. تعالوا نعرف مع بعض تفاصيل خبر سريع، وفيديو لشباب يقومون بالسخرية من الصلاة ويثير ضجة كبيرة والأمن يتحرك. تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية من كشف ملابسات واقعة نشر مقطع فيديو مصور على تطبيق تيك توك يظهر خلاله مجموعة من الشباب يقومون بمشهد تمثيلي ساخر للصلاة. وفقا لمصدر أمني، فقد تم تحديد هوية صاحب الحساب الشخصي الذي نشر من خلاله الفيديو، إذ تبين أنه طالب مقيم في نطاق محافظة الإسكندرية، وكان يقوم بأداء دور القائم بالصلاة في مقطع فيديو مع ظهور إحدى الفتيات معهن. وبعد تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطالب، وبمواجهته أقر بقيامه بالتمثيل صحبة أشخاص آخرين بقصد تحقيق أكبر عدد من المشاهدات على تيك توك، وتم تحديد باقي الأشخاص الذين ظهروا في مقطع الفيديو لضبطه. مصدر معنا كان من صدى البلد. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار البسيطة، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم، ما تقلتش عليكم إن شاء الله. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.